ماما رجعت. وش حالة يمها؟ لا تقول لها يمها مدري ايه، وش اقول صغيرة. طيب؟ قول نوران. عادي. انا بعد امي صغيرة اسمها ميمي. ميمي؟ امي اسمها ميمي. الله يخليك. انا امي اصلا متزوجة الوالد عمرها 16. حتى ماما. انا ولدت وعمرها 20. سبحان الله. انا وياها لو يشوفون الناس يقول اختك هذه، قلت لا هذه امي. تخيل إيه يقولون حتى الناس. انا نخرج مع ماما. ذمتك انا اخرج انا امي حديقة اكاض يقولون كذا. انا ما اخرج مع ماما يقولوا لنا انت اخوات، مستحيل هذه امك. ماما عمرها 36. حتى احنا بعد مو انتم لحالكم يعني. ماما عمرها 36. ما شاء الله اكبر مني بست سنوات. شوف هذا العود. طيب. لا تكفين. ايش؟ دقيقة برميه. لا تذكرني بالاشياء القديمة، انا ترى كنت اعزف. جاني هدية. هذا عزفي، شوفي هذا عزفي، شوف اسمه 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 عزفي. ذكرتيني بالاشياء القديمة، ليش رجعتي لي؟ رجعتيني الماضي، رجعتيني للدنيا. تعرف احد يعلمني عود في جدة؟ انا شوفي اخوياي. شوفي. اليوم انا اتكلم مع زملائي. شوف ابداعك باذن الله. انت اصلا مبدع، بس احنا جايين نبي نشوف الابداع. طيب شوف انا وبناي اخوي. انا ان شاء الله اخوي في الحين. والله عندك طاقه. هذه كل اليوم. شوف 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 انا انا واخوي ابو نايف. شوف كنا جالسين. شوف يدي، شوف يدي على يده.